أنس، كنت ناقل الخبر منذ بدايته، انتقلت إلى مناطق الكارثة بعد ساعات قليلة، ولعلها رحلة من أصعب الرحلات في حياتك الصحفية الإنسانية وكمغربي أيضا. هل لك أن تذكر لنا أبرز محطاتها وكيف يمكن أن تصفها؟ تحرك الكاميرا، تصرف. نعم، كانت أقل ما يمكن أن تصف هذه الكارثة. عبارة الكارثة هي أقل ما يمكن أن نصف به هذه الكارثة. فبدءا من أننا كنا أول من عاشها، كنا يعني بالإضافة إلى أننا صحفيين غطينا هذا الزلزال، عشناه وعاشه أهلنا وذوينا. بعد أقل من 10 دقائق أو لم تكتمل نصف ساعة انتقلنا إلى مدينة مراكش. كان حجم الدمار رهيب جدا، منازل من طولها سقطت، وأسر الهلع. يعني شاهدنا نساء خرجنا بدون حجاب، رجال خرجوا بلباس أنهم خوفا من الزلزال. وحتى مسألة أنه المغرب ليس بلدا متعودا على الزلازل، وبالتالي كانت في البداية كانت صدمة كبيرة. الصدمة أيضا كانت أكبر من الخوف من الزلزال. خلال هذه الأيام السبعة أو الستة التي قضيناها وسط المتضررين ووسط الركام في مراكش، في أمزميز، في أسني، في كثير من المناطق المتضررة، كان الكثير من المواقف التي تظل راسخة. مثلا شاهدنا شابا عمره 19 عاما فجأة وجد نفسه مسؤولا على 3 قُصّر. توفي والده، توفيت والدته، توفي عمه، توفي أبناء عمومته، فجأة وجد نفسه مسؤولا عن أسرة بالكامل. من المشاهد التي وقفنا عليها أيضا قرية لم يكن فيها عدد القتلى، لحسن الحظ لم يكن كبيرا، لكن مواشيهم كلها قضت تحت الأنقاض. رأينا امرأة تبكي قطيعها من الغنم، رأيناها تبكي بقرتها التي هي مصدر رزقها الوحيد. رأيت رجلا يمر من الركام ويخاطر بحياته لإعطاء الطعام لعنزاته، يعني التي حصرن داخل منزل محطم. مشهد رهيب جدا، وهو يتنقل بحذر حتى لا يسقط عليه أحد الأسوار الآيلة للسقوط، ويحاول في كل يوم يذهب مرتين صباحا ومساء. من المشاهد المؤثرة والتي أثرت فيه بشكل كبير جدا هو تصرف إحدى النساء. كنا في مخيم للأشخاص المتضررين هنا بمراكش، وكانت التغطية منذ الصباح، منذ حوالي الساعة 5 صباحا أو 4 بتوقيت المغرب، فكانت المداخلات تتوالى على رأس كل ساعة. فجأة تفاجأت بطفل صغير يمسك بسروالي برجلي ويعطيني كيس. تفاجأت من الأمر، فإذا بي بوالدته تقول لي خذ، أخذت لكم مثل ما أخذت لأبنائي من الإعانات. وأصرت على أننا نأخذ يعني 3 وجبات، أنا والمصور والمساعد، على أن يعني على أن نأخذ منها. يعني هي في عز في الحاجة، في عز الأزمة وفي عز الحاجة تشارك طعامها الذي قد لا تأخذ غيرها. نعم، الذي قد لا تأخذ غيرها، وكانت مصرة على ذلك. صراحة ترددت كثيرا حتى نأكل هذا ذاك يعني هذاك الساندويتش. مشاهدات كثيرة، شاهدنا رجلا يقول له رجال الإنقاذ إن بنته ماتت، وعلى الرغم من ذلك يصر أن يناديها باسمها. ف يعني ولو يعني يكون ولو كان صبرك طويلا وحاولت أن تتجرد وتترك مسافة، في الأخير يعني بشريتك تسقطك في بحر مشاعرك وأحاسيسك. يعني في الأخير صحيح، يعني كان هناك يعني كما قلت الكارثة أو الأزمة أقل ما يمكن أن نصف به الوضع. نعم فعلا، نقدر ذلك، نقدر هذه الدموع، بحة صوتك التعب أيضا. نحن كصحفيين دائما مطالبون بما يسمى بالثبات الانفعالي، لكن يعني العامل الإنساني والبشري، ونحن ننقل
للمشاهدين هذه الكارثة؟